أهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعناوين. 300 مليون شخص سيفقدون وظائفهم في الربع الثاني من العام الحالي بسبب كورونا بحسب منظمة العمل الدولية. ناقلة النفط الإيرانية الرابعة تدخل المياه الإقليمية الفنزويلية والناقلات الثلاث التي سبقتها تواصل تفريغ حمولاتها. شبح الإفلاس يخيم على شركات الاتحاد الأوروبي والمفوضية تدعو إلى توفير استثمارات بقيمة 720 مليار يورو. أهلا بكم. أعلنت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى أن أكثر من 300 مليون وظيفة قد يفقدها الاقتصاد العالمي بسبب وباء كورونا في الربع الثاني من العام الحالي وحده، وقالت إن خسائر الاقتصاد العالمي حتى الآن لامست 11%، واصفة الأزمة الحالية بأنها الأسوأ ما بعد الحرب العالمية الثانية. هذا وفقد 20 مليون أمريكي وظائفهم في نيسان أبريل وحده، وهو أكبر انخفاض في الوظائف منذ الكساد الكبير. أظهرت بيانات إيرانية أن أكبر شركتي صناعة سيارات في البلاد أنتجت أكثر من 100,000 سيارة في الشهرين الماضيين، واستنادا إلى إحصاءات قاعدة البيانات فإن شركة إيران خودرو أنتجت 57,862 سيارة، أما شركة سايبا فأنتجت 49,331 سيارة. أكدت طهران أن قرار واشنطن وقف الاستثناءات في العقوبات المفروضة على إيران بشأن برنامجها النووي هو محاولة أمريكية يائسة لن تؤثر عليها. المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية اعتبر أن القرار جاء ردا على تسليم النفط الإيراني إلى فنزويلا الخاضعة أيضا لعقوبات أمريكية، كما أنه رد على التقدم الكبير في الصناعة النووية الإيرانية. أعلنت القوات البحرية الفنزويلية وصول ناقلة النفط الإيرانية الرابعة باكسون إلى المياه الفنزويلية، ونشرت البحرية الفنزويلية مشاهد تظهر مرافقة سفنها الناقلة الإيرانية في مياه البلاد. باكسون هي الرابعة من مجموعة الناقلات الإيرانية الخمس التي تنقل الوقود إلى فنزويلا، ويأتي ذلك فيما يستمر تفريغ شحنتي الناقلتين الأولى والثانية، أما الناقلة الخامسة كلافيل فلا تزال في طريقها إلى فنزويلا. أعلنت نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية أن الشركات في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى ما لا يقل عن 720 مليار يورو من الاستثمارات هذا العام، وإلا سيتعرض جزء أساسي من الشركات في الاتحاد الأوروبي للإفلاس، وقالت إنه من دون هذا التوجه فإن العديد من الشركات ستنهار نتيجة التعثر المالي وسيفقد الملايين وظائفهم، ما يهدد قدرة الاتحاد على المساعدة في التعافي من الأزمة. ودعت الاتحاد والبرلمان الأوروبيين إلى مناقشة مقترحات المفوضية الأوروبية بشكل عاجل. ألغت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات نحو 15,000 وظيفة في العالم، بينها 4,600 في فرنسا، في إطار خطط لتوفير أكثر من ملياري يورو في 3 سنوات. وتعتمد الخطة على إجراءات لتغيير وظائف وتنقلات داخلية ورحيل طوعي، ولم تعلن عن أي تسريحات بلا تعويضات، كما تشمل الخطة وقف إنتاج عدة أنواع من السيارات. إلى تونس، حيث استأنفت المؤسسات السياحية نشاطها بنسبة 50% بعد إغلاق استمر لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا. وتسعى تونس التي تمثل إحدى أهم الوجهات السياحية في شمال أفريقيا إلى إنقاذ الموسم السياحي بعد تسجيل استقرار في الوضع الوبائي والسيطرة على انتشار فيروس كورونا. بعد إغلاق استمر لأكثر من 3 أشهر، فتحت النزل والمقاهي السياحية أبوابها بنسبة 50% من طاقة الاستيعاب والتشغيل، في محاولة لإنقاذ الموسم السياحي الذي يعتبر المحرك الرئيسي لاقتصاد تونس، حيث يسهم بنحو 14% من الناتج الداخلي الخام. الأمور الحمد لله معناها إيجابية، دونك نجموا نواصلوا، وهذا اللي باش يخلينا بار اكزومبل القطاع السياحي كما القطاع الثقافي اللي كان مبرمج انه يتفتح في الفاق الثالثه، يعني ما بين 4 و14 جوان، اليوم قاعدين نناقشوا انه نحاولوا نقدموا به الماكسيموم.
وتتصدر السياحة القطاعات الأكثر تضررا من تدابير الإغلاق المفروضة منذ آذار مارس الماضي، حيث قدرت السلطات التونسية الخسائر التي قد تلحق بالسياحة بأكثر من 2 مليار دولار وفقدان نحو 400,000 وظيفة. الإجراءات اللي اتخذت وبالإجراءات اللي تجب تتخذ بعد هذا وبالحملة اللي باش نعملوها على شو ظروف الإقامة السياحية في تونس سليمة، إن شاء الله نضمن حد أدنى اللي يمكننا باش نمر العقبة هذه. وتعمل تونس من خلال علاقاتها الدبلوماسية على إدراج البلاد ضمن قائمة البلدان التي يمكن زيارتها من خلال ضمان أمن وسلامة السائح الأجنبي. تسجيل استقرار في الوضع الوبائي قد يجعل من تونس وجهة سياحية آمنة، ولا سيما إذا تم التركيز على السياحة الداخلية التي تمثل 20% من عائدات القطاع السياحي. سميحة البغانمي، تونس، الميادين. قال المدير العام للسكك الحديدية السورية نجيب فارس إن عمال السكك الحديدية أعادوا 90% من المسار بين العاصمة دمشق ومدينة حلب، وسيتم استئناف حركة القطارات في غضون 2 شهر. فارس قال إن العمال الفنيين يقومون بتجميع القطارات الكهربائية وقاطرات الديزل القديمة ويقومون بتحديثها، لافتا إلى أنهم يحصلون على المحركات من روسيا. وفي السياق ذاته، أثار انخراط الشركات الصينية في كل المشاريع المهمة تقريبا في إسرائيل أثار حفيظة الولايات المتحدة، وأطلق ناقوس الخطر في إسرائيل من تأثير الاستثمارات الصينية على أمنها. منال إسماعيل. بصراحة أكبر قالها الأمريكيون هذه المرة، ودخولهم على خط الضغط على إسرائيل لاستبعاد الاستثمارات الصينية في بناها التحتية الحساسة والاستراتيجية كان أكثر وضوحا. بعد ضغط أمريكي من ضمنه لوزير الخارجية الأمريكي بومبيو، أعلنت إسرائيل أن شركة صينية لن تقيم منشأة تحلية المياه في سوروكا، والآن مطروح على الطاولة أيضا من سيقيم بنية الاتصالات الخلوية من الجيل الخامس في إسرائيل. وأيضا في هذا الموضوع يبدو أن الصين خارجا. إسرائيل التي حاولت منذ أكثر من عام السير بين النقاط في علاقاتها مع الصين والولايات المتحدة وجدت صعوبة في الاستمرار على هذه الحال، وعملت على تبديد المخاوف الأمريكية من تلك السيطرة، ما يعكس حجم الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على إسرائيل لإبعاد شبح التهديد الصيني عن المنطقة قدر المستطاع. إسرائيل عالقة هنا ضمن صراع عمالقة بين الصين وأمريكا، وعليها الحذر جدا في اختياراتها، ولذلك هي اختارت طرفا كما يبدو وسارت مع أمريكا، وستبعد في أغلب الحالات الصين عن المراكز الاستراتيجية المهمة جدا في إسرائيل. الخشية الأمريكية من التمدد الصيني التجاري والمالي في المنطقة الذي شمل إسرائيل أيضا وصلت إلى حد تحذير إسرائيل من الأثر الأمني لهذه الاستثمارات، وهو ما تقاطع أيضا مع تحذيرات جهات أمنية إسرائيلية من أن الاستثمارات المكثفة للشركات الصينية في إسرائيل قد تمثل خطرا على أمنها، ولا سيما في كل ما يتعلق بالبنى التحتية الاستراتيجية. جهات أمنية إسرائيلية أجرت نقاشات وأوصت رئيس الحكومة بالامتناع عن إدخال الصين إلى إسرائيل أيضا في المجال الخاص بإقامة شبكة خلوية من الجيل الخامس، حتى إنهم حذروا من أن الصين يمكن أن تستخدمه من أجل التجسس على إسرائيل. التعامل الأمريكي مع العلاقة الإسرائيلية الصينية يعكس بحسب مراقبين في إسرائيل ميلا متزايدا في أوساط عدد كبير من مسؤولي الإدارة الأمريكية نحو النظر إلى الصين كتهديد استراتيجي للولايات المتحدة لا كمنافسة تجارية فقط. أكدت وزارة الصحة في حكومة صنعاء عدم دقة وكفاءة المحاليل والمسحات المخصصة لكشف الإصابات بفيروس كورونا والمرسلة إليها من منظمة الصحة العالمية. الوزارة أشارت إلى تقاعس المنظمات الأممية في تقديم العون والمساعدة لليمن، وأوضحت أن المحاليل أثرت على نتائج الفحوصات المخبرية، وأكدت ظهور إصابات في عدة محافظات بينها صنعاء. شهدت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة زيادة في الأيام الأخيرة، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن قدرة المنظومة الصحية على التعامل معها في ظل غياب الإمكانيات والحصار الإسرائيلي. تقرير أحمد شلدان.
قفزة كبيرة شهدتها غزة في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، لتسجل ارتفاعا في أعداد المصابين بين المسافرين العائدين إليها. تم تسجيل أكثر من 41 حالة جديدة خلال الفترة الماضية، مما يرفع عدد الإصابات الفعلي في داخل قطاع غزة منذ مارس الماضي وحتى هذه الأثناء إلى 61 إصابة، من بينها تم تسجيل حالة وفاة واحدة. زيادة الإصابات سلطت الضوء على مدى قدرة المنظومة الصحية في غزة على التعامل مع الوضع الحالي في ظل مناشدات بتدخل دولي لرفع الحصار ووقف العدوان. إذا ما انتشر المرض في قطاع غزة نحن أمام كارثة حقيقية، وبالتالي نقول بأنه الأسوأ قادم إذا لم ينتصر العالم للمدنيين في قطاع غزة وإجبار دولة الاحتلال على كف يد عدوانها وتسهيل كل ما يلزم قطاع غزة لمواجهة هذا الزائر الغريب. وتسعى الحكومة في غزة إلى تشديد الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات في إطار مكافحة فيروس كورونا، لكن هذه الإجراءات لم تمنع الغزاويين من ممارسة حياة شبه طبيعية في الشوارع والأماكن العامة. زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل مراكز الحجر الصحي في غزة تطرح مخاوف جدية من دخول القطاع منحنى تصاعديا لتفشي المرض، ولا سيما في ظل تهالك البنى الصحية وضعف التجهيزات. أحمد شردان، غزة، الميادين. تراجعت أسعار النفط متجهة صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع بعدما أظهرت بيانات المخزون الأمريكي طلبا فاترا على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم، بينما يضغط تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين على الأسواق المالية العالمية. ولليوم الثاني على التوالي سجل خام برنت تراجعا في وقت انخفض فيه سعر الخام الأمريكي إلى 33 دولارا للبرميل، وتتباحث أوبك في تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية العام الحالي بطلب من السعودية، ولم تبدي روسيا موافقة على هذا المقترح حتى الآن. بهذا نختم النشرة الاقتصادية، للمزيد زوروا موقعنا الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. شكرا وإلى اللقاء.